مساء الخير، مساء الخير لكل اللي قاعدين يتابعونا من خلال شاشة بابلون الفضائية وحلقة جديدة من برنامج جون هوا. حلقتنا يوم الأحد كانت بها العديد من المشاغبات والطرفة والضحكة، وحبينا أنه اليوم نستكمل البارت الثاني من عندها، لأنه لقينا بكمية الاتصالات مالتكم هواي منكم قلبهم مليان يريدون يسولفون عن العادات السيئة. طبعا العادات السيئة مو فقط عند الكبار، حتى عند الصغار. هاليوم رح نحاول انه ايضا ناخذ اكبر كم من العادات السيئة، وانتم اللي رح تعرفونا بيها اكثر واكثر. لا تنسون ارقام الهواتف اللي تبين عندكم باسفل الشاشة، اللي من خلالها تقدرون تشاركون بالبرنامج وتقولونا أكثر عن هالعادات السيئة، بالإضافة إلى السوشيال ميديا، وأنا وياكم أكيد عبر صفحة الفيسبوك الخاصة ببابلون تي في. إحنا هسا وياكم أونلاين وقاعدين نشوف المسجات مالتكم شوي شوي أول ما تبلش تجي ويانا بالبرنامج. العادات السيئة هواية. أكو البعض دخل عندي قال لي عمر أنه العادات السيئة ما تكون هي عبارة عن فقط أشياء يقومون بها الناس ظاهريا، أكو أشياء تكون بالخفة، ومن ضمن هذه الأشياء كانت هي السرقة. شلون الواحد ممكن أنه يمد إيده، وبالأخص الأطفال، وشنو الأسباب لهذا الموضوع، وليش الطفل يمد إيده، شنو الدافع اللي يخليه يروح ويمد إيده. وهذه من العادات السيئة اللي تبلش ويا الطفل ببداية عمره، لما يصير كبير تصير إيده من السهولة أنه تنمد على أي شيء وتأخذ. لازم يكون أكو معالجة لهذا الموضوع من خلال الأهل. طبعا الطفل بداية هو من يروح ويشوف ويا أصدقائه عند الغير، يشوف عندهم الألعاب، يشوف عندهم كل شيء، وهو يحس أنه عنده نوع من النقص، أنه أهله ما يلبوا له هاي الأشياء ولا يجيبوا له. بداية هي تبلش من الألعاب، لأنه الطفل أكيد أول ما يبلش أنه يفتح عيونه ويحاول يستوعب الأشياء اللي داير مدايرة، رح يفكر بالألعاب أول شيء، لأنه هي الأشياء اللي تجذبه بسبب الألوان، بسبب الرسوم المتحركة اللي قاعد يتابعها. اليوم احنا دا نشوف يمكن الموبايل هو واحد من هذه الأشياء. بالعديد من المدارس أكو يصير هواي مشاكل أنه الطلبة يأخذون يمكن من جنطة أصدقائهم تليفونها أو الأشياء اللي خاليها الأهل، فهذه لازم يكون أكو متابعة ورقابة من الأهل على الطفل. بنفس الوقت لا تحرموهم، لا تقولوا لهم ماكو، هاي كلمة الماكو شيلوها من قاموسكم، تقولوا لهم إن شاء الله لي قدام، خلوا يصير عنده دافع الطفل أنه ينجح. قل له إذا أنت تنجح بنص السنة رح أجيب لك هدية. لا تقفل أنت عليه من أول كلمة وتقول له لا ماكو، خلاص انتهى الموضوع. إذن إذا أنت من البداية قاعد تحطه قدام هالمواقف هذه، شتري دي يطلع باكر عقبة، أو أول ما يبلش أنه يوعى صح شتري دي يكون، وهو يعرف كل زين أي شيء رح يطلبه من عندكم رح تقولوا له ماكو، رح يضطر أنه يصير أو يأخذ أسلوب أو سلوك سيء، يعتمد سلوك سيء، ومن خلاله يصير السرقة وهواية هواية من الأمور. لذلك لازم يكون أكو رقابة، توعية، إرشاد على هذا الموضوع، وتحتوون الأطفال إش قد ما تقدرون تحتووهم، قدموا لهم إذا أنت تنجح أنا أوديك للمول حتى تلعب بالألعاب، إذا أنت جبت اليوم درجة عالية رح أشتري لك الساعة اللي أنت رايدها، إذا أنت نجحت رح أجيب لك السيارة الصغيرة اللي أنت حاببها، رح أجيب لك اللعبة الفلانية، رح أشتري لك تليفون بالصيف، وهذا التليفون رح تعتمد فقط بمرحلة نهاية السنة، رح أنطيك إياه لفترة، علما أنه حتى بالتليفون مثل التلفزيون أكو شيء اسمه رقابة الطفل، أو أي شيء أنه على الطفل موجود بالأبليكيشنات الحماية للطفل، خلينا نقول لازم تنتبهون لهذا الموضوع، لازم تسوون محطات تسووها برايفت، ما تخلون الطفل يشوفها، حتى لو كانت محطات ما بيها شيء. أكو اليوم محطات كرتونية بها نوع من العنف، وللأسف ماكو عليها أي رقابة، وهي محطة جدا معروفة أكيد ما رح نذكرها. رح أخذ زهورة أول متصلة وياي. مساء الخير يا زهراء. زهراء مساء الخير يا زهورة، وياي. ألو زهراء،
انقطع الاتصال، عودي اتصالك مرة ثانية زهراء، لأنه أسعدتينا جدا بمكالمتك بحلقة يوم الأحد، وحتى اعتمدت مقطع من عندها وصار عندي حتى بالإنستغرام، لأنه شفت أنه هذا المقطع صراحة مستحيل واحد ممكن أنه يكنسله أو يلغيه، لأنه فعلا أنت دا تحكين بحرقة وبنفس الوقت بكوميديا جدا رائعة، وضحكتك كانت جدا مميزة. تحياتي لكل البنات والشباب بدون ذكر أسامي حتى ما أنسى أي أحد، وأقول لكم أنه مشتاق لكم وحابب أنه أسمع أصواتكم هاليوم. رح أبلش أنا وياكم هسه بأغنية، ورح أرجع من بعدها إلى موضوع الطفل. الأغنية الأولى اللي اختارت لكم إياها لليوم أغنية جدا 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 جميلة، وإلها ذكريات ويا العراقيين بشكل جدا كبير. هالأغنية هي لمصطفى شعشعة وسهير عودة، خلينا نسمع سوية. ما أقدر أقول لك ما أقدر أقول لك مع السلامة روح، ما أقدر أقول لك حبك اتملك جوا الخشب غايبين عن البرنامج صار لهم فترة. مصطفى من ديال الحمد لله انه اليوم رجع ويانا. صوفي مساء الخير. مساء النور حبيبي عمور، شلونك؟ هلا حبيبي، شلون صحتك؟ الله يسلمك الغالي. تمام، طمني عنك. هو الحمد لله صح، غبنا فترة بس عدت على خير. كان امتحانات و تعرف هالايام، يلا كملنا. الله يوفقكم ان شاء الله، وبعد هالتعب هذا كليته ان شاء الله تلاقون النجاح، ويكون النجاح حليفكم ان شاء الله. ان شاء الله، اللهم امين. حبيبي حبيبي يا مصطفى، فدول عمرك حبيبي. صوفي، اليوم قاعدين احنا بدنا نسولف عن العادات السيئه. إذا شفت حلقة أول بارحة سولفنا إحنا عن الأشخاص اللي يقرضون أظافرهم، يظلون قاعدين يأكلون أظافرهم ومن هالسوالف. تمام، اليوم شو تحب تسولف لي عن العادات السيئة؟ اليوم قبل شوية قلت حضرتك، نعم، قلت تكلمت عن الأطفال. صحيح. اللي مدون إيديهم. صحيح. صح مو؟ صحيح. صح. هاي الأطفال يعني بصراحة هم يعني لا وعي، يعني هم يعني شي يشوفون راح يشيلون، شي يشوفون راح ياخذون، صح ولا لا؟ بس اذا يعني هاي من جانب، انا اعتبرها من جانب التربيه. نعم. صراحه نعم، يعني انت من هو طالع طفل صغير هسه مثلا يعني اذا ما تعلمه او توعيه على شيء معين انه هذا حرام هذا عيب، مثل تسويه قدام فلان إذا يجي خطار أو إذا يجي أحد غريب، نعم، بس أسوي شيء كذا أسوي كذا، هاي جانب ثاني. والجانب الآخر أقول إنه الكذب على الأطفال من قبل الأب وقبل الأم. الكذب على الأطفال. أي نعم، أشوفته مثلا تقول له أنا ما عندي فلوس، أنا ما عندي فلوس، وأنت مخليه مثلا على
على التلفزيون او على مكان معين. نعم. يقدر يشوف الطفل يقدر يشوفه يتمد يشوف فلوس يشوف شيء وانت كذبت عليه تقول له انا ما عندي فلوس او ما عندي كذا او ما عندي كذا. طبعا راح اشوفك نايم او اشوفك ما موجود راح ياخذ ويحقق اللي يريده هو صح ولا لا. طيب شو تقول انت لهذه الحالات؟ شو تقول للاهل اللي يعتمدون هذه السياسه مع اطفالهم او هاي الطريقه من التربيه مع اطفالهم؟ شو تحب تقول لهم اليوم؟ انا اقول يعني بصراحه اقول يعني شلون نقول اعطي ثقه للطفل. نعم اعطي ثقه للطفل وعلمه يعني ما اقول له يعني اقول له يعني مثلا انا راح اجيب لك فلان شيء. نعم. وما انفذ هي لا اقول له مثلا يقول له خلي يكون شلون يقول إني صار عندي أو من يكون عندنا كذا مبلغ حتى أجيب لك إياه يعني كذا بس ما أكذب عليه أقول له مثلا الأسبوع القادم راح أنفذ لك كذا. يعني تحسس إنه هذا الشيء راح يصير. صحيح. وأنت ما عندك القابلية إنه راح تجيبه. صحيح. أي فتعيش يعني الدوامة أخرى وإنه راح يتحقق عند كل شيء وهذا الشيء يعني شلون ما راح يتحقق اصلا اذا انت تربيت على كذب راح تعلم اطفالك على كذب هو هذا اللي راح يولد انه الطفل راح يمديده او يسوي عادات شيء انت ما راح تغر ما راح ترغبها. صحيح صحيح وانا وياك بكل كلمه قلتها يا مصطفى. حبيبي يا صوفي تحياتي للوالدة أتمنى لها الصحة والسلامة حبيبي ونورتني اليوم جداً سعيد أنه سمعت صوتك حبيبي صوفي. الله يسلمك تحياتي لك تحياتي كل الكادر البرنامج. شكراً شكراً لك يا غالي. شكراً لك حبيبي تسلم تسلم. أرجع أيضاً إلى موضوع الآيباد اللي الأهالي يسلمون لابنهم وينطوهم يا حتى يقعدون يلعبون. أغلب الأطفال اليوم إحنا قاعدين دي نشوفهم يعانون ويشكون دائماً من وجع العيون وعدم الرؤية زين ويروحون للمدرسة يقولون ست إحنا طبعاً هاي موضوع جداً مهم أصلاً لازم إنه نحكي بيه. قبل الأهل أكو لهم متابعة يروحون للمدرسة بين فترة وفترة ماكو داعي إلى اجتماع مجلس آباء وأمهات حتى يروحون يتابعون الطفل أو يسألون عن الطفل مرة أو مرتين اللي هي مرة قبل نص السنة ومرة بعد نص السنة. المفروض أكو شيء اسمه كل شهر أروح وأسأل عن ابني. أول شيء رح تنطون للابن إحساس بأنه أكو حرص من الأهل ومتابعة من عندهم ما رح يكون أكو تسيب. هاي واحد. اثنين لما تروحون تستفسرون انتو تسألون عن ابنكم لا تسألون فقط عن مستوى انه شلون بالامتحانات شلون تصرف خوما وكحقولونا لانه احنا رح نروح ونعلم ونسوي وكذا وهم اصلا ما يعلمون اصلا ما يعلمون. المفروض انه اول سؤال اسأله بديهيا انه هذا الطفل شنو وضعه بالصف اندماجه ويا المعلم او ويا المعلمه مالته شلون قاعد يكون قادر يسمع قادر يشوف زين الصبوره قاعد يشوفها زين. اذا تشوف المعلمه دائما يقول لها ست خليني انا اقعد لي قدام على مود اقدر اشوف لان انا مدى اشوف هي تعتبر يمكن انه هذا نوع من اللعب لانه هي تعرف يجوز حرك او شقي فتقول له خليك بمكانك واكتب وهو فعلا الطفل مدى يشوف زين. المفروض ارام من الموصل. غرام غرام يلا يا غرام بسرعة. مساء الخير يا غرام. مرحبا. أهلا مرحب شلون صحتك؟ الحمد لله تمام شخبارك؟ تمام الحمد لله يا غرام هلا بيك عيوني. تفضلي غرام بسرعة على مودك. والله بسبب الطفل يعني ايه؟ احنا المفروض ما نكذب عليه. نعم. أول شيء ثاني شيء نستخدم له سياسة ودائما يعني مثلا دائما الطفل يعني نوفر له كل يعني المطلوب نوفر له بس المهم ما نكذب عليه. بس غرام إذا وفرنا له كل شيء هو قاعد يريد بحق أو بدون حق معناته أيضا رح نطلع عينه نخليه يتمادى أكثر. لا كل شيء من معقول طبعا شيء بحق يعني. زين أنت من كنتي صغيرة كان كل شيء موفري لك؟ لا بيها هاي اي مو كلش يعني صراحه كلش زين وانتي وكبيره اليوم تقولين اذا اني بيوم من الايام ارتبطت راح اخلي ابني ما يشوف مثل ما اني شفت او اجيب لك كل شيء كان يريده او راح يريده بنفسه اني راح اجيب الهيام راح اخليه يكون مثلي في يوم من الايام.
لا والله طبعا اوفر له كل شيء، اوفر له ان شاء الله يا رب يدوم، ان شاء الله يا رب يدوم. الله يعطيك حياه سعيده ورزقك بابن الحلال اللي يسعدكم ويلبي لكم كل طلباتكم ان شاء الله. الله يعافيك، وسلامي للكادر وللمخرج للكل. وصل والكل يسلم عليك شمين عزيزتي غرام. اي والله لا لا حبيبتي، كل الهلا بيك يا غرام، نورتيني، شكرا لاتصالك قلبي. شكرا شكرا شكرا، مع السلامه مع السلامه. من الاشياء ايضا اللي احنا اليوم شوف هاي العادات السيئه اللي قاعدين بدنا نقولها، يعني عادات السيئه انه لما الاهل يتجاهلون الطفل ولما يروحون على المدرسه ما ينسال عنه بشكل صحيح، هذه تعتبر من العادات السيئه، التجاهل، انه اني اتجاهل للطفل هوايه او اروح فقط على مود اشمط اذانه، اشد له اذنه كل شوي وانه اخذ على ضرب وما اعرف شنو، هاي من العادات السيئه انه احنا نكمش الطفل ونحطه ونضربه ونكتله. ليش تقتل طفل هو لا حول ولا قوة، هو ما يقدر يحكي، ما يقدر يشكي، طفل ما يقدر يقاومك، أنت ممكن أنه تدوسه بلحظة، تنهيه بلحظة. العقد اللي تصير عند الأطفال بسببكم أنتوا، نعم الأهل، لأنه تتعاملون وياهم على أساس أنه كل واحد من عندهم عمره 30 سنة، مو عمره 7 6 10، خلينا نقول هالعمر. نادين من الحرية أعتقد، نادية مساء الخير يا نادية، نادية نادية من الحرية مساء الخير، أعتقد أن قطع الاتصال وياي من نادية. أي عودي الاتصال مرة ثانية يا نادية حتى تكونين ويانا. الايباد اللي قاعدين نسولف عليه قبل شوي، ونا اكو عندنا احنا طبعا اكيد اليوتيوب موجود بالايبادات وبالتليفونات وبكل شيء، اكو ايباد كيدز للاطفال، هذا ممكن تنزل لهم اياه بدون ما تحط لهم اليوتيوب الطبيعي، هذا النوعية أو الابليكيشن من اليوتيوب راح يخلي الطفل محصور فقط بمواد كرتونية لازم يشوفها، ما راح يشوف أشياء ثانية ولا يدخل على أشياء ثانية. الطفل بطبعه يحب أنه يستكشف الأمور، يدور على الأمور، تبهر الألوان، تجذب الأشياء اللي هو ما شايفها بمحيطه، ما يعرفها. راح أرجع أخذ نادية، مساء الخير يا نادية. أهلا وسهلا عمر، شلونك؟ أهلا وسهلا بيك يا نادي، حياك الله. حياك الله يا بعد روحي تنحي. أشكرك أشكرك على راسي من فوق يا نادي، تفضل يا نادي. ولا عمرك تسمراتك يا روحي أنت. حبيبتي حبيبتي الله يخليك، تفضل يا نادي. حبيبي يا روحي يا عمري. تسلمين. شلونك يا روحي؟ والله أنا بخير، وأنت شلونك يا نادي تمام؟ يا عمري في الويل قلبك اروح يستر عليكم. الله يخليك نادية، اذا ممكن تنصي لي صوت التلفزيون لان مدى اقدر اسمع صوت الصح. بارت ومر امر بخدمتك. لا العفو العفو، ما يمر عليش ظالم، تسلمي يا عمري. تفضلي يا نادية تفضلي، سمعتي اليوم موضوعنا اللي قاعدين ننصل فيه يا نادية؟ اي والله على مود يعني قلت لي اي اي نصيت يا عمر انت حبيبي. حبيبتي تفضلي، باع البحر اللي بصوتها شقد حلوة، رائعة هالبحر اللي بالصوت. نادية أول شيء اسمك كلش أنا أحبه لأنه خفيف سهل ينقال بسرعة. يا عمر يا روحي أنت حبيبي. لا أنا حبيت الموضوع جدا. شوفي شايفة يعني نادية أنت دا تحكين وياي، بس أكو شباب يعني عندنا هنا دا يقولون عمر ليش، بس ما أعرف هو هذا السؤال هو ليش، بس أنا أقول نادية الطفل اليوم إحنا دنسولف فيه، أنت شنو رأيك اليوم على تربية الأهل للأطفال شلون قاعدة تكون؟ يعني الأطفال والله لازم يرادون تربية زينة. أي آه لحظة لحظة نادية، يعني مسألة السؤال لحظة عفوا، أنا تفضل عمري فديت عمرك، أنا أنت أي مواليد؟ أنا 76. 76 العمر كله إن شاء الله يا ربي، من منطقة الحرية صح؟ صح يا عمري. الله تفضلي. اي فدوى قلبك اروح، يعني لازم الطفل انت تقول هسه مثلا من قلت ما ينضرب مو صح لو لا؟ طبعا، بس هو الطفل سبحان الله هو يجيب الضربه الروح. هو يجيب الضربه. اي والله يعني هو يخليك تضربه. زين انت اول شيء متزوجه ولا بعد؟ نعم متزوجه. عندك اولاد؟ عندي 2 ولد و2 بنات وواحده متزوجه. أولي لعدش قد متزوجة بنتج؟ أي ما شاء الله ما شاء الله، ما هو ليش قاعد أقول ما شاء الله، بس إش قد متعبيك الولد؟ عمري إش قد متعبين والله. أولي أولي شو يعني تتعاملين وياهم؟ ما يستلبني قطعت تقطع. أي والله زين ليش قطعت؟ تعرف ليش؟ أي قولي.
لأني حارش بالجوارين وحارش شوي جوارين ويفشل يعني يعني مو حلو الفشاير وما يصير أنا أسكت لي. أوكي يعني هاي أيضا هي تعتبر من العادات السيئة أنه قاعد يحارش. أي طبعا أني هذا يمشي ويتعارك. أي أنا ما أضم عليك وأقول لك ابني خير صح لو لا. أي لا طبعا أكيد بالعكس. مرة ومرتين جوزتي وما جاز بس المرة ربطت قعدتك بعض بعد ماكو. إيش قد عمره الله يخليه؟ 10 سنوات. 10 سنين؟ أي ايش بيش رابطتي يعني صدق مربطتي انت هسه؟ والله انا اجت جيراننا وحلت تقاتل خاطري قلت لها احسن ما عرضتي مجال. اي يعني قالت لك الخاطري هدي. اي قالت الخاطري هدي قلت من نطيت مجال وركبني فعل ما بعد ما اعطي مجال اني هسه تقول يا قاسي بس والله انا قلبي طيب. لا بالعكس انا من يعني من اسلوب كلامك من بحة الصوت من قلبك يا روحي احس انه انسانه طيبه جدا جدا يا ناديه. جديتك يا عمر انت والله حبيبي في ذات الكون كل عيوني انت على راسي. يا روحي اروح لك فدوه للحلق هذا. الله يخليش تسلمين شكرا شكرا تسلمين يا ناديه اشكرك على هالمداخله الحلوه والاتصال الجميل وراح اهديك اليوم اغنيه ايضا بالبرنامج مني لك اكيد. شباب خلينا نسمع اذا ممكن ناخذ جورج والسوف اذا ممكن. اي مو مشكله. طيب فاذا ارجع واقول انه ارقام الهواتف مبينه عندكم باسفل الشاشه تقدرون تتصلون وتشاركون ويانا. خلينا نسمع جورج والسوف مني لك ايضا يا ناديه ولكل المتصلين والمتصلات. جورج والسوف كان الهوى. شكرا اكيد لك يا ناديه وهالاغنيه كانت مهدات لك ولغرامه ومصطفى وزهراء ورشا وعبير وسمر وزينه اكيد وابو مرتضى الغالي ابو محمد نوره من بغداد النورات كليتهن. راح اخذ ابو حيدر من الدياره. مساك الله بالخير يا ابو حيدر. ابو حيدر من الدياره مساء الخير يا ابو حيدر. اعتقد انقطع الاتصال. اوكي فاذا نعاود الاتصال مره ثانيه بينا يا ابو حيدر حتى نشوف انت رايك بالعاده السيئه اللي هي تعامل الاهل مع الطفل. ناديه كانت تقول انه الطفل اوقات هو يجيب الضربه او الكتله الروحه لانه هو ما يسمع كلام هو يفشل هو كذا هو كذا. الاهل اذا تركوا الطفل بالشارع على طول
أكيد راح يكسب أكثر من الشارع من البيت. أوقات الأهل يكونون مشغولين بهواي أمور بداخل البيت فما ينتبهون لأولادهم، يفضلون أنه يطلعون برا ولا يكونون ويقلقون راحتهم، بس هم ما يعرفون أنه نزلتهم إلى الشارع هايش قاعدة تسوي بيهم. أبو حيدر خليني أخذ. مساء الخير يا أبو حيدر. أيوة مساء الخير يا أبو حيدر. ألو أبو حيدر. أي يا أبو حيدر مساء الخير. ألو. طيب على بال ما هو يحول لأبو حيدر ويرجع وياي على الخط مرة ثانية، أرجع وأكمل إنه الطفل، أرجع وأقول إنه هو لا حول ولا قوة، يحاول يسوي الأشياء حتى يمكن حتى يلفت نظر الأهل بتصرف معين من عنده، يمكن أنه تشوفوه هو يظل يصيح، يتصرف تصرفات بذيئة ويا العالم، يقول كلام بذيء ويا العالم، بلكي الأهل يحسون إلا لأن يشوف تربية العالم لهذول الأطفال اللي ويا شلون أهله شلون يعلموا وشلون يربوه. لينا من كركوك مساء الخير يا لينا. أحجاني هسوياك؟ هي أكيد أنت ويا يا لينا، بس نصيلي صوت التلفزيون. ها أنا صيحة؟ أي لو سمحتي اسمعيني من التليفون. إيه زين. تفضل يا لينا، أهلا وسهلا. إيه أنا هسي أنا عندي ولد ابني. نعم. نعم لينا. إيه وبعدين يعني مرات يوكي ابني الرجل يضربها. نعم. إيه بس أنا ما أقبل، أقول له لا تضربها، الحياة نفسي يصير لي ولد الجاهل لا حول ولا قوة، ما يصير يعني الأب يضربها. أنا أقول لها لا تضربه، بس أبوها يضربه مرات. هي بنت ولا إيه؟ ولد؟ ولد ولد. ولد أوكي تمام تمام. إيه؟ ليش إيش قد أول شيء إيش قد عمر ابنك يا لينا؟ عمره 3 سنوات 4. 3 إلى 4 سنوات. شلون يضرب الأب؟ مرات يعني مرات يأذيها والله، يعني مكان أحمر يصير من ضرب مكانه. وين يضربه بالضبط؟ على وجهها، على ايده، على راسه. على وجهه، على ايده، وعلى راسه. اذا طيب هو على طول يعني اريد اسال سؤال، انه هل هو يكون جاي متنرفز والابن يستفزه او يضوجه وهو طفل يعني ما يفهم اصلا شنو يستفز بس انه نعم تفضلي. اي صح يعني والله ما مرات قلنا خطية جاهل ما عنده ذنب لا تضربه، بس هو شوية وابني هو وكيع يتحرك يتحرك عنده. بس هذا الواحد عندكم؟ لا ولد وبنية، هسه الثاني صارت بنية. الثاني صارت بنية. طيب لينا يعني أنا ما أعرف صراحة، بس أنت هسه اللي قاعدة تقولين محزن جدا. هو شقد عمره زوجك أصلا؟ زوجي؟ أنا زوجي عمره 25 سنة. 25 سنة؟ طيب لا تزعلي من عندي، يعني أعتذر على الكلمة اللي راح أقولها، بس إنه زوجك طفل أصلاً، يعني إنه من يتعامل ويا طفل بهاي الطريقة هو طفل، لأنه ما مستوعب إنه هو رجل وهذا طفل. لا تزعلي مني بهذه الكلمة إذا قلتها. ماكو شيء اسمه إنه هو يمد إيده على طفل لأنه ضوجه. إذا ضوجه ممكن يقولك عيني أخذي وروحي على صفحة واخري من يمي حتى ما أضربه. بس إيه أنا مرات أقول له يعني أنت ما دام تعصبت قوم أطلع أو آخر أريد أخذه ووديها، يقول لا يعني وقفيها أريد أدبها، ليس رجع مثل نسوان من يكبر يصير مثل نسوان. فاذا هو يعني دايريد عمره 3 سنين 4 سنين راح يسوي منه رجال، ما يعرف انه اللي قدام هذا الطفل من راح يكبر راح يحمل كره وحقد لابوه، ما شايله طفل بالحياه. أحيان. ما شايله بني ادم بالحياه. اقول له اي يقول له لا انت لا تدللينا، فد مرات تدللينا تنتهي دلات، يعني أنا ما أعرف شنو هذا. أعتقد هو يعكس تربية أهله. أنا رأيي أنه يعكس تربية أهله، أعتقد أهله ربوه بالبداية بهذه الطريقة. ما أعرف. أعتقد الأهل. سيسمع كمينة. أي أعتقد يعني إذا دا يسمعني، إذا قاعد دا يسمعني إن شاء الله يكون موجود. أقول له أنا الكلام اللي قلته أنا مسؤول عنه، وأني
أقوله للمرة المليون وأعيده، وإذا زعلت من عندي ما يهمني الموضوع، طالما أنت دا تتعامل ويا ابنك بهذه الطريقة هذا طفل لا حول ولا قوة. أنت من تضربه باكر عقبه ممكن هذا الطفل يصير بي شيء، أنت وين تروح من ذنب هذا الطفل اللي ما يقدر يسوي أي شيء؟ أي والله، أي والله، حالة نفسية يصير ضغط يصير عليه مثلا أنا أقول له نعم هو لا نعم. غير هذا انه اصلا يعني المفروض ابنك من هسه انت تمشي وياك، اذا تريد تعلم المراجل تاخذ ابنك تمشي وياك توديه وتجيبه تقعده. مرات هسه بنتي جديد صايره اقول لهم لا تنطون حق قهر مثلا، لا تقولونها قدامه احد مثلا بنتي بنين يعني هسه ابنك، مرات اقول لها لا تنطون حق قهر، قولوا لا نحب هاي ما نحبك انت. اوكي، فهذا موضوع ايضا ثاني، انه لما يجون يقولون انه احنا نحب البنت وما نحب الولد، هذا الولد ما راح يكرههم، الهم راح يكره البنت، لا راح يصير عنده غيره من البنت. ليش دائما انتم تحطون هذا هاي البنت انه هي الافضل، هي الاحب، هي الاقرب، هي اللي تلعبوها، هي اللي تطوها فلوس، هي اللي تجيبوا لها، وهو مجرد موجود يعني ما اعرف شنو اللي اقول عنه، بس مكا انه هذا انخلق للضرب، هذا مخلوق حتى ينضرب فقط، هذا الأب جابه أيوة. على مود يضربه. بس أريد أقول له شغلة، إذا أنت مو قد أنه تربي أولادك فلا تحاول أنه تجيب أولاد بعد، حرام حرام عليك. بس نوقف إحنا لهنا على هذا الموضوع لأنه صراحة يوجع، وإن شاء الله بصباح بابلي راح يكون أكو تسليط ضوء على هاي المواضيع جدا جدا جدا. لازم يكون أكو توعية، توعية مو فقط للأم، الرجل يحتاج أيضا توعية شلون يربي أبنائه وشلون يتعامل وياهم من هم وصغار إلى أن هم يكبرون. فخليكم ويانا أكيد بصباح بابلي قريبا جدا راح تشوفون هذه المواضيع شلون راح يتم معالجتها من خلال المقدمين والمقدمات، بالإضافة إلى الضيوف اللي راح يكون وياهم اللي هم اصلا راح يكونون من داخل، او خلينا نقول اساتذه دكاتره، كلهم راح يكونون موجودين على مود يعالجون هذه المواضيع. فيا ريت انه تخلون عيونكم موجوده وتحاولون اذا حتى ما شفتوها للحلقه شوفوها بالاعاده، لان كل حلقه راح يكون بها فد بوم قويه، لانه خلص المثاليات وعفوا من كلمة راح أقولها والتفاهات اللي تقدم بالبرامج على كل الأقنية، ما أريد أحدد ولا أقول هنا ولا بغير مكان، بالبرامج الصباحية بالمواضيع مالتها انتهينا من عندها، انتهينا من عندها، بليناها ما حد يشوفها. اليوم احنا جايين هذا الموعد حتى تشوفون بأشياء جديدة. مدى أسوي دعاية لصباح بابلي، ولكن قاعد أسوي دعاية ل مضمون صباح بابلي، لأنه فعلا رح يكون برنامج إن شاء الله قوي. اتصال ويانا شباب، أو أرجع أنطي أرقام الهواتف موجودة عندكم بأسفل الشاشة. مساء الخير يا علاء الطاي، عن مشتاقك هواي حبيبي. عباس العراقي منور عمروش، عمروش الغالي حبك ساكن ببالي، شكرا لك يا عباس. شكرا لك يا عباس، تسلم. واللي قاعد علاء، شكرا لك يا حبيبي، شكرا لك يا حبيبي يا علاء، تسلم لي. نرفزتيني صراحة لينا، يعني ما أعرف، أعتذر أعتذر، والله يهدي زوجك. أبو حيدر مساء الخير. أيوه أنت شلونك بالعلا؟ أهلا حبيبي، يا هلا ومرحبا، شلون صحتك؟ والله الحمد لله، حبيت أشارك والله البرنامج جاي. تفضل حبيبي، أهلا وسهلا، تفضل إلك الهواء. علي أستاذ عمر؟ أي حبيبي، وياك عمر، تفضل. شلونك يا أستاذ عمر؟ هلا حبيبي، شخبارك؟ والله الحمد لله حبيبي حبيبي، إن شاء الله دوم يا ربي. تفضل يا أبو حيدر. أنا محافظة بمالي 86. العمر كله إن شاء الله يا رب. الله يسلمك، أنا صاحب 4 بنات وولين. الله يخلي لك ياهم كلهم يا رب. 17 سنة من الزوجت. نعم. حياة أبوي كان يعلمني على شيء واحد، اللي هو يقول لي بابا من البيت الزوجة أول ما تزوجت، نعم، يعلم بطريقة حياتي أكون رعيد بلا مطر. عنده مثل تكون شنو عفوا ما سمعتك؟ عنده فد مثل عربي يقول ابني المرأة تبياها رعيد بلا مطر. أوكي، يعني إذا خطأت لا تضرب. صحيح، وهذا المثل أخذته لحين ما خلفت 4 بنات وليه صار عندي. نعم نعم، حالة السيئة مالتني شنو؟ نعم،
يقولون بالمدرسة ابني الأعرج. حضرتك عندك يعني أنا طقت علي عضو بال2010 ورجلي تقطت. نعم. هو يشكي من هذا الشيء بالمدرسة، شلون يقولوا لي ابن الأعرج وأتكاون. نعم. وكل يوم أنا ثلاثة راح للمدرسة، والله السبب هذا يقولوا له ابن الأعرج وأتكاون وياهم. رحت للمدرسة جمعت الطلاب يا الأساتذة. نعم. قدم يابا أنا أعرج. قلت لهم أنا أعرج. نعم. قلت فابني جعدي يعني شلون يستصعب هذا الموضوع وخامس ابتدائي. نعم. يستصعب هذا الموضوع يأخذها في أمور حساسية من الموضوع هذا ويتكون يطلب. طيب حيدر وين؟ حيدر بالابتدائية. لا هو هسه حاليا وين؟ أنت ودتها شوية بالتليفون. وديت البيت جدا اليوم راح أخطاه. أوكي. اليوم ما حد يجي يسأل الله يتبتغل البرنامج مالكم. طيب أبو حيدر راح أقول شغلة واحدة. أول شيء إحنا البرنامج الحلقة مرفوعة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، راح تشوفها أول ما تنتهي موجودة على الفيسبوك وترجع ترفع على اليوتيوب. تمام. فأني بس راح أقول شغلة لحيدر، أتمنى من عندك إنه حيدر يشوفها إذا ممكن. تمام. إن شاء الله أشوفها. حبيبي أنا أشكرك جدا يا أبو حيدر، وخليك وياي هسه. تمام. شكرا لك يا حبيبي، شرفتني يا أبو حيدر. حيدر بابا أعرج يصيحوا لك بالمدرسة ابن الأعرج. أوكي ابن الأعرج، زين. هذا الأعرج يمكن أحسن من أبهات الطلاب اللي وياك اللي موجودين. بابا الأعرج اللي يشتغل ويجيب وينطيك ودا يكبرك. بابا الأعرج اللي يحبك ويحتويك على طول. بابا الأعرج هو اللي يشتري لك الملابس حتى تروح بيها للمدرسة وتروح بيها للمناسبات. بابا الأعرج هو اللي ينطيك الفلوس. وشنو يعني بابا الأعرج؟ اسأله الطالب اللي يقول لك أنت ابن الأعرج، قل له شنو يعني الأعرج؟ شنو يعني الأعرج؟ الأعرج هذا شيء من رب العالمين، هو كتب عليه رح يصير به شيء. هاي واحد، هو بعبوة ناسفة. أنا عارف الموضوع أنه هو بعبوة ناسفة، ولكن هو هذا قدر صار عليه. اللي دا يقول له أنه أنت ابن الأعرج، قل له لا تقول هيك، لأنه باشر عقبة يمكن الله يسوي بيك أكثر من اللي سواه بأبويا. الحمد لله أبويا أعرج ما مقصر علينا بشي، أبويا أعرج موفر لنا كل شيء. أبويا أعرج مي وكلنا حرام، أبويا أعرج محافظ علينا كل الزين. افتخر لأنه هو هذا أبوك. واللي يقول لك هذه الكلمة قل له ما يخالف، أنت والله وعوفة وامشي، أنت مو ضعيف، أنت قوي يا حيدر. لا تنكسر من كلام أصدقائك الوياك اللي بالمدرسة نهائيا، أنت جدا قوي. ليش؟ لأنه أبوك أعرج بعد ما صار بالانفجار مات العبوة، قول الحمد لله أني أبويا بعد يمي موجود، أكو طلاب وياك أبوهم أصلا ميت. قل له زين يا هو اللي أحسن أنه أني أبويا وياي، لو الأبو ما شافه ولا يعرفه، لو ما موجود وياه. الحمد لله أبويا وياي وأني مكيف بهذا الموضوع. والله يخلي لك يا الحيدر إن شاء الله حبيبي. اتصال زهراء. مساء الخير يا زهورة. أهلا. مساء الخير. شخبارك اليوم هادئة؟ هسه اشتغلت المولدة. شلون صحتك؟ شخبارك؟ الله يسلمك. شلونك؟ والله الحمد لله بخير تمام. شكو ماكو؟ الله يسلمك. شكو ماكو؟ والله ابدا زهوره ماكو شيء. لا زهراء يعني انت الكلمه اللي قلتيها ذيك الحلقه يا كل سم بعدها اليوم لليوم، والله العظيم كلنا بنحكيها، احنا بناكل ودا يقول ها، اقول لا تاكل سم، هو يعرف نفسه عمن وقاعد ده. سنين عبد صعب وقاعد ياكل وياي. رجعتي على نفس الموضوع. زين انطيني من العادات السيئه اللي ما ذكرتيها في ذيك الحلقه اليوم تريدين تقوليها، ذكرتي شيء من العادات السيئه؟ اي والله على اللي هي الحواج بيننا وشلع الحواج لو شمر بالقاع. شو يسوي؟ يشلع بشعر حاجبه. إيه والله. زين ليش بشعر الحاجب؟ إنه هالقد إنه هنا. إيه لو بشعر راسه سوله. زين واللي يأكل فلافل وريح تعمبة ويجي وما يغسل ويكم شج.
لا حقيقة يعني أصابيعها تكون كلها عنبة، وبعد ما تقرب عليها شو داير يديكم شيء وتحسي ريحة العنبة دا تفوح أو لا 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 أفرض الله ليكم شيء إنه بعادي ما يغسل. هو ما يغسل اكيد ما يغسل زين، واللي اللي هسه قبل شوي يعني كان ببالي هذا الموضوع، شوفي توني دا اقوله وراح من بالي من انت حكيتي. بعيدا عن سالفه الاكل والعنبه وهاي المواضيع، اللي تشوفيه اصلا ما يفرج اسنانه، هاي العاده السيئه للي ما يفرجون اسنانهم تباعين عليه قدامك واسنانه لوح اصفر على اخضر على الوان فوقها جقاير وجاي ذهب ذهب شنو ذهب؟ لونك ليش التشبيه؟ ليش قلتي عليها ذهب؟ ها؟ ليش قلتي عليها ذهب؟ لأنها صفر. هل ذكرتي أحد وقلتي إنه ذهب؟ ها ها هاي الضحكة يعني وراها إنه وراها إنه هي أكو 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 مو؟ زين هو بيش هي الفرشة كلها خلي يروح ياخذ ام الالف دينار ومع جون خلي يجيب له بالف هاي 2000 دينار مو احسن من باكيت الجقاير؟ لا لا عفوا ولو بياكل سم ويجي مقابلك يسالف وياك عادي يعني ولا كانه اكو شيء. زين هو اللي ياكل بصل؟ والله البصل ارحم. البصل ارحم من الثوم صدق تحكين؟ والله مو اني لا تعرفين شنو لانه انا شويه خالفك بهذا الموضوع، لانه انا اللي ضايقني انه مو بس اكو ناس مو بس العفن عفن يعني انه هذا شيء من ربي، بس لا هو الله يقول النظافه من الامام مثل ما قلتي انت، بس انه ريحته بصل ريحته بصل يعني يكفخ، اكو سبلت هنا مشتغل اير كونديشن طول الوقت مشع حاطط. لا أقول يعني هذا ماش ما يحس على نفسه ما يشتم ريحة نفسه ما يتابع نظافته الشخصية ما أدري. زين والبنات اللي شعرهن مزيت 24 ساعة مزيت مزيت تباعي صاير خصل هيجي كل واحدة وحدها ترى بعض البنات مع احترامات يعني البنات اللويفات الناسكات يعني شوفها يعني فتشي كشخة كشخة والله ونتقرب عليك مبيد حشري والله. شنو؟ مبيد حشري. ليش؟ ليش؟ انت حادة بالتعليقات مالتك، ليش مبيد حشري؟ يعني مثلا شنو؟ يعني هي اصلا ماكو مجال حتى يفوت بها حشرة هنا هالقد ما مدهن الموضوع ومزيت. والله يعني ريحة تكفخ تكفخ تخنق. هاي من الاشياء اللي ضايقتش، اليوم بدنا نحكي عن الطفل. والتربية ما تطفل يا عين فدوى روح له اي طفل يعني شوفه قمة البراءة اي يعني شو مستوي له هو ما يرد عينك لو يعني تخلقه هو شو اللي يسوي لك زين بس انا قلت لك انا عزي ابني يا ربي بطل هالسولفة اصبع حلقة ويلو بشعر شعر راسه يعني قصدي هي هي اي والله اوكي عايش ايش قد عمره هو الله يخلي لك يا زهوره 6 سنين والله ما شاء الله صار كبير يعني المفروض هسه شويه شويه بس لا ما يبطل والله العظيم مش العظام قلبه ماما خي ولي ماما عيب أي. الجهاز تبحث عاليات اي هاي هذا كله ما يفيد عندك بس هالولد يعني والله لا عندك بنات الله يخلي لك اياهم كلهم مع بعضهم حاولي انه زهراء حاولي انه شوي هنا مثلا اذا عندك اخوان ويا خواله ويا عمومته ويا اولادهم خلي يصير عنده احتكاك اكثر حتى لا يصير احتكاكه بالبنات لانه شوفي هو هاي شغله انه يلعب بشعره واصبعه هاي يكون عنده فد موضوع ترى من الطفوله من هو صغير يعني من عمره ايش قد نحكي احنا من سنتين ونص تبلش ويا هاي السوالف الطفل يبلش يحس على هاي الامور 3 سنين صح؟ اي خلي هاي اصبعه كبير هنا ويظل يلعب بالشعر، على فكره هو بعدين راح تشوفين هنا يصير عنده نوع من الطراوه ومن يبدي يشوف انه اصبعه يبلش يطلع دم هالقد ما يظل يمصمص به وقتها راح يتوب بعد من اصابعه. يعني هاي يعني وصلت الحاله دي حتى كتف الحار تبكي يعني من يحطه يشوي ويبطل قام يروح يغسله ويرجع يمه. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ويا الايام تروح ويا الوقت تروح ان شاء الله ان شاء الله يا زهوره حبيبي شكرا زهوره وانت بمليون خير شكرا شكرا مع السلامه شنو عيني رهف رهوفه مساء الخير مساء
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، شلون صحتك؟ الله يسلمك يا أخوي، أنت شلونك؟ الحمد لله بخير، يطول لي عمرك. الله يسلمك رهوفة الغالية، تسلمين عيوني. تفضلي تفضلي رهوفة. أتمنى لك اليوم على الطفل أول شيء أحب أقول له حيدر، أو الحيدر خصوصا، لا يخجل أبوه إني أعرج. أي يعني من أول أب خيمة على البيت طبعاً، الأم هالنينة. نعم. لا يخجل لين إنه أعرج، وما يحرم من كل شيء. الأب يكون أقرب شيء هو الابنة. نعم. وخلي يفتخر إن هو أبوه هيك، بين الله كتب له هو هيك. طبعاً. يعني خلي الشيء اللي يفوت من باله، اللي يقول علي أبو عرج هاي هو عنده مشكلة. طبعاً. اللي عنده مشكلة. طبعاً. إيه، وحب موضوعك الثاني على الطفل. الأهل أتمنى يسوون سلكم، يسوون للطفل، لأن الطفل ما راح يقتلونه ويعذبونه، وهذا راح تظل ويا للكبر راح تظل قصة دايبة، لأنه هو متعذب، لأنه هو مكتول، ومن كل شيء بالكتل، العكس الكتل أو التعذيب يطلع عين الطفل. ليش ما أني أخذه ويا علمه، يعني على السلوك الصح، علمه على يعيش التربية هذه، يعني علمه على كل شيء صحيح. أصدق وياك، لأن ما أسوي صديقك ما أخلي ابني. صح، يعني خاوي صغير. خاوي. إي والله، يعني لين المستقبل يكبر تبدأ قصة بيديه ويتذكرها. أي طبعاً. ما بدي كتني أو والدي كتلتني أو أخي أو أختي، يعني مو بس الأم والأب، الأخوان الكبار أو الخوات الكبار همين. يعني أتمنى يحبون أطفالهم. قصة بالقلب مثل في آخر يوم بمرة. بالفعل. يعني هاي من تجربة. من تجربة، من كلام أصعب شيء. من تتعذب ومن تنحرم من شيء وأنت مالك، ما تقدر تقول لهم لا، يعني أنت طفل. نعم. يعني صراحة أنا ما شفت برنامجك من البداية، لأن على أسف ما قدرت أشوفه، بس أبو حيدر وشفته، يعني هواية، يعني صراحة بجيت مقهرت على أبو حيدر على ابنه. نعم. بين يقول لي الطلاب، يقول لي أنا أبوك معاق أو أعرج. أعرج. شنو أفتخر، أفتخر أبوي هشلين، أبوي دافع على شيء والله كتب له هيك، أو لو مو حتى دافع طلع العمل أو أي شيء، حتى لو كان قدرة. حسيح، حتى كان قدرة لا يخجل، خلي يفتخر ويرفع راسه ويمشي. طبعاً. طبعاً. وأني أضم صوتي لصوتك. سلامي للجميع المتصلين، لكل شخص يعمل بهالقناة. شكرا شكرا يا رهف، كلش ذوق عيوني انت. تحياتنا للسيد الوالد وللعائلة الكريمة، وتصبحين على ألف خير يا رهف. شكرا لك. علاء الطائي، مساء الخير يا علاء. ألو، مساء الخير. هلا حبيبي، شلونك؟ شلون الصحة؟ شلون أخبارك؟ إن شاء الله بخير. الله يسلمك، الله مشتاق لك هواي. دعي أشوق حبيبي، كل الهلا بيك يا علاء. تفضلي يا علاء. نعم، بدي تحكي على العادات السيئة. من العادات اللي تضوجني أنا حل، اللي قرض بضافيره. نعم. شايفه في قرض ويذب القاع. أي. يعني هذا ما أعرف يعني شون شنو يحس من يسوى هذا الشيء. هسه مني هاي همينة، يعني مو بس إنه يقرض، اللي يظل هاي ما أعرف، يعني آخر شيء ما يبقى بيها. أي والله صحيح. صح ولا؟ مشكلة. بالفعل. واي واي عادتك يعني سيئة. بس هاي نموذج يعني بسيط اللي اختارت لك اياه من الشغلات السيئة. صحيح صحيح صحيح. واحنا ايضا هاي حكينا بيها. نعم، تفضل حبيبي علاوي. نعم، وبالنسبة لتربية الاطفال الصراحة هسه صار بوقتنا يعني تربية صعبة، كلش صعبة، يعني الجيل اللي احنا نسميه جيل الانترنت. لان انت يعني تعطي مجال يفتح الانترنت، لو انت ما تعطي مجال ما يفتح، هو انت ما يعرف شنو انترنت. لا، تلقى الوالد والوالدة مو شرط انه الطفل تلقى مثلا يلعب بالموبايل او يتصل بالانترنت، تلقى مثلا امه وابوه منشغلين عنه. فالطفل اكيد اذا ما يلقى لا ابوه ولا امه عليه، اكيد يروح يطلع بالشارع يشوف وين يروح. نعم. يعني ايه، يعني تربيه سلبيه اعتبرها، يعني الصراحه الاهمال. نعم، التربيه الاهمال. صحيح.
لان يهملون الطفل اكيد، لان ينهمل الطفل. وارجع واقول انه هم الاهل اللي ينطون مجال للانترنت وبدون ما يكون اكو رقابه على الشيء اللي هم قاعدين دا يتفرجوه هذول الاطفال، والوقت اللي ينطون به الاجهزه هذه مثل موبايل ولا مثل ايباد ولا التاب ولا الى اخره، يعني ينطوهم اياه باوقات مفتوحه، ماكو كنترول على الموضوع حتى يعرف انه هو عند هذا الوقت لكذا هذا الوقت لكذا، لا على طول. ودخلت علينا النوبة هسه لعبة البوبجي هم كملت السالفة. نعم نعم، هاي مشكلة يعني، هاي مشكلة كبيرة النوبة. فعلا 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 فعلا. علاوي شكرا حبيبي لاتصالك يا غالي، انا جدا سعيد سمعت صوتك حبيبي. الله يسلمك حبيبي، عمرك قلبك حبيبي، الله يخليك. شكرا شكرا لك، مع السلامة. راح اخذ حسن ابو بنين بعد. ايش قعدنا شباب وقت؟ خلينا نشوف بس حتى ناخذ حسن. خمس دقائق راح اخذ حسن، وراها نطلع باغنيه للقيصر كاظم الساهر. مساء الخير يا ابو بنين. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك يا اخي؟ الحمد لله بالف خير، شلون صحتك؟ الله يخليك. من وين تكلمني يا ابو بنين؟ انا من بغداد. على راسي، حياك الله. من اي منطقه من بغداد؟ حي البنوك. اها، حي البنوك، تحياتي لك ولكل اهالي حي البنوك. حبيبي أنا مشكلة عندي يعني. نعم تفضل. مشكلتي يعني بخصوص موضوعك. نعم تفضل. أنا عمري 40 سنة. عمرك إيش قد؟ 40 سنة. 40 سنة، إن شاء الله العمر كله يا رب. رحمة حبيبي، عندي ابني عمره 23 سنة. نعم. يعني عمري 19 سنة وتزوجت. نعم. عفوا صوتك دا يقطع ابو بنين، حتى ترجع تعيد لي ابني وانقطع الصوت، ارجع قول لي اللي قلته. هسه سمعتني؟ اي هسه دا اسمعك، تفضل. اي ابني عمره 23 سنة، طبعا قبل فترة. نعم. اتجاوز علي وعلى امه. نعم. ضرب امه وضربني، يعني تصور. نعم. وحاليا هو صار له 9 أشهر شارد، يعني موفر له كل شيء، ما عنده كل نقص بحياته. نعم. عايش ملك كان يمي، وهسه هو حاليا راح يشتغل بالمحافظات وحاله مظلم. شلون عرفت؟ يعني شلون عرفت؟ شلون عرفت هو بالمحافظات؟ لان عندي اختي متزوجه محافظة وهو يروح عليها يتودد لها؟ يعني شافوه هناك يشتغل، مع العلم انا كنت موفر له مطعم يشتغل به. نعم. وانا راس بخير من الله يعني. الله يزيدك ويبارك. نعم. اي ف يعني انت تقول ضرب ما ضرب، انا ما استعمل يا ضرب. نعم. موفر له كافه الوسائل. نعم. اخر شيء تجاوز علي وعلى امه وضربني وشوهني وشوه امه بدون سبب، لان قلت له وين البارحه متاخر، بقيت للعشرة الليل. نعم. وصفر من البيت، يعني هذا الانسان اللي مقدرينه وموفرين له كل شيء وما عنده كل نقص. ولما ضرب شاف كبير وتجاوز. ابو بنين، بس بنين عندك ولا عندك اولاد ثانيين؟ لا عندي بنين بالسادس ابتدائي وعلى الفضل بالسادس الاول المتوسط. وهو هذا احمد الكبير. لذلك انت حطيت اكس على اسم احمد وصرت ابو بنين مو ابو احمد؟ بالضبط بالضبط. نعم نعم. كنت ابو احمد وهسه صرت ابو بنين. نعم. لان قام يدز لي رسائل على النقال كلمات خطا. نعم. يعني يغلط علي. نعم. في ليلة وضحاها تغير. ليش اليوم؟ شنو سبب الاتصال مالتك بيه هاليوم يا أبو بنين؟ والله أنا يعني سامع دائما. على راسي، حياك الله أبويا. حبيت أطرح هاي المشكلة، لأن أنت تقول عدم التعنيف للأطفال، عدم الشتمة. نعم. أنا لا أضرب، لا يعني أحاسب وفق يعني مفهوم مثل ما يقول. نعم. شوف أنت. نعم. اتجاوز علي وطفر من البيت، ولحد الان هو طافر وعقد على وحده من اهل النجف ما يعرفها. نعم. ب 100 مليون دينار خلى مهر عليه مجرد رفعها على الانترنت. اوكي تمام تمام. اي
طيب يا ابو بنين، انا راح ارد عليك هسه بس راح اجاوبك هسه بس ننهي الاتصال لان الموضوع مو قليل اللي قاعده تحكي بيه. اي لا هي انا تعبت اليوم على راسي والله، على راسي حياك الله. انا اروح لمن حصلتك على راسي والله، واعتذر من عندكم جميعا صراحه، بس يعني هاي هي ضغط الاتصالات، واني هسه راح اجاوبك مباشره حتى استغل الباقي من الوقت بسرعه اقدر اجاوب على هذا الموضوع او اعلق عليه على قد الشيء اللي اني اقدر احكي بيه لانه اني ما افقه بكل الامور. فهسه راح اجاوبك على هذا الموضوع يا ابو بنين، اشكرك جدا على اتصالك عزيزي. لما ابو بنين اليوم انت جربت تتصل حتى تقول ابنك شنو سوى، انت ما تكره ابنك اكيد، والدليل انه انت اليوم قاعده تشتكي منه، قاعدة تشتكي منه وانت قاعدة تراقب وتعرف انه هو وين. انت اب، هو بعد ما جرب شنو معنى احساس الابوة، ما تزوج حتى يعرف شنو قيمة الاب وشنو قيمة الام، باكر يتزوج ويصير هو اب ويفتهم منو انتو. اذا مد ايده عليك لانه هو بلا مخ، انت دا تقول اني كل شي موفر له، طبعا كل شيء موفر له. ابو بنين من جاب 100,000 او ما اعرف المبلغ اللي قلته شقد اللي راح، لا شنو 100,000، انا اذا اقول مبلغ غلط، من جاب هذا المبلغ اللي راح دفع لي بنت تعرف عليها على الانترنت، من وين جاب هذه الفلوس، من اللي انطى هذه الفلوس، شلون اجت. نحن بنفس الوقت دا نقول انه لا تضربوهم، بس بنفس الوقت قلتها قبل شويه بالاتصال، لا ترخوا لهم الحبل همينه، وخصوصا بمرحله من العمر. يعني انت وفرت له مطعم حتى يشتغل به ويصير له رزق من عنده ويعيش ويفتح بيت وكذا، النتيجة كانت انه مد ايده عليك وعلى والدته ويروح انه على قولتك يشرد يروح على محافظات ثانية، واني متأكد اذا هو اذا هي بالنجف فهي اذا هو يما يكون بالنجف 100%. شباب يقولون ان شاء الله يرجع لك متندم، بس ما أعرف أنه شلون رح يرجع لك متندم طالما هو المخ مغسول، الدماغ مغسول. بس أنا ما أقول إذا غير هو قاعد يشوفنا أقول له أنه أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، هاي واحد. اثنين، لما تشوف أحد من ربعك اللي تمشي وياهم تقدر تقول لهم مديت إيدي على أبويا وعلى أمي، إلا إذا هم مثلك فاشلين. انت ملموم على مجموعة مال فاشلين اخذت من عندهم الصفات الحميدة وراح تسويها باهلك، واني متأكد كل ربعك احسن من عندك، كل ربعك افضل من عندك. ليش؟ لان انت مضحكة، ضحكوا عليك الكل، حتى البنية ضحكت عليك. تتخيل نفسك انه انت انسان ذكي ونبيه وعندك المادة، انت مسيطر على الكل، لا انت قشمر، والدليل انه سحبوك من كل شيء واخذوا منك كل شيء وخلوك تمد ايدك على امك وابوك لانه هذا ما له اي وجود عندك. ابو بنين انا ما اقول لك غير انه الله يرجع لك اياه بالسلامة اول شغلة، هذا ابنك واني اعرف ماكو اب وام يكرهون ابنهم لو ايش ما يصير بيناتهم، اكو شيء بداخلكم نعم هذا الشيء ما راح ينسي بيوم من الايام، ولكن اتمنى يرجع لكم نادم، ومن يرجع نادم حاول انه لا ترخي له الحبل. كاظم الساهر، اعطونا كاظم الساهر، خلينا نسمع. فالحب يغير خارطة الأزمان، علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران، علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان.
وصلنا وياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة هذا اليوم، نشوفكم يوم الخميس إن شاء الله في حلقة جديدة. أتمنى لكم سهرة سعيدة وتصبحون على ألف خير.